التعاليق الناس غادي تكتب فيها الرشيد رقم واحد ديال ياسين رقم جوج. التعاليق خليني نوقف التعاليق ديال 22 أولا أخوة في 120 سباعية وظهر على أولاد عدد الشخر خير لما محسن ياسين اللي عندك ولا اللي عند راشيد هذا عدو الدماء قرنو شوية كحل لا كحل هذا ما عدو لقوة هذا قرنو مساوق عدو قورة هذا قرنو طبعا ديال الفرماسي أنا كان مريض حلقوا راشيد غنشوف هنا قلت أنا كان مريح أرباعي سلالة أتني يا سعيد حيد حيد راشيد قم عليك هذا الصغر مش برع في الكليين ولا لا مش حال هذا مش حال وزقت انا ساعد لحب التمر نشوف هنا قول لي هير الصوت شوف هنا قول لي هير الصوت هذا قلت الحاج ديال السنينات هو ساعد شوف هنا قول لي غادي ياكل طريف ديال الخبز قول لي ياسين شحال قلتي؟ تقول راشيد وقال معقول كتبتي راك لا لا غنقول لك انا راه اللي غيحكموا راه اللي غيحكموا شنو اللي غيحكموا الثمن هذا تنطلبوا فيه 85 كطلب فيه 85 مش راه شحال مش راه ب 70 مع صباعكم الشتا كاع باغي نصبروا 10000 اها احنا تنطلبوا ولا جايبين الله 60 70 قال واحد ديال المعقول احنا بيناتنا 1000 1000 ولكن راه كاين الملك الناس راه الله يرحمهم ولكن القرح مسوق تلقى الفرا غادي طالع ورشيده ورشيد المدد اللي عاد هذا راه غادي نطلعوا فوق حجره هاي غادي نقول ياسين والله ما كاين الصافي والله ياسين الله شو القر غادي عاد الرباح دابا في التعاليق الناس غادي تكتب فيها الرشيد رقم واحد ديال ياسين رقم جوج التعاليق خلوني نوقف التعاليق ديالكم الريزو ينقول المليح في هاد الجوج الريزو ما كيعرفش المليح نشوفوا المشاهدين غادي نحكموا لا الريزو خلي قال ما يعرفش المليح ولا كرتني ولا قربي هذاك راه قلب القرن وقلب والله محمد قول لي راك ملف بالمليح انا سعيد ها زين حتى شما قش طيبه هذا محمد ها الله يرحمك سعيد القرن القرن المليح تبارك الله عليك الريزو على الزواقه ديالي اش قرب هنا الزواقه ديالي يا زين المشاهد المشاهد شوف هنا رجلين انت والله تشوف الرجلين واش كحلين ولا كحلين ها الطبايضين حصلتي يا سيدي حصلتي يا سيدي يا شاد حي الله حي الله واش انا شاد كذا نسيتي لا درتك صحيح بنادم راه كتب شرتك وي ترى بالي حتى ساري كيضحكوا ناشطين كدور عندنا حليب كدور عندنا حليب كل شيء مشور والله الا كل شيء الحمد لله خرجوا درون شنو السبب شنو السبب شنو شتا سيباني قلت الحوال الموالي والله على الاطلاق خرجوا بلا خلاص شتا ودو ولادو ولادو تبارك الله الثمن ديال هاد الخير الثمن شحال 54 كاينين جوجات متومات والحول الحول 120 اش داير في السل الحول رباعي قدم حول هذا يصير جمعيه ديال المكناس الحول غراطي ضاربه كل هاد الخير تبارك الله تقريبا يلاه والدة الخير تبارك الله ما شاء الله شحال الثمن قال جوج المليون و 40 الف على 22000 درهم واش والدة عجلة
طلع الجمل. اوه اش داير في السن؟ طلع الجمل. عاد منها. تبان باقا صغير راسك. تبارك. مهلية مهلية. مهلية. مهلية النعجة مهلية باقا كتبي هي نص صغر. توما. ها هو الثمن ديال هذا؟ 50,000. اش داير في السن؟ اش داير في السن؟ ها؟ اش داير في السن؟ سداد. ها؟ سداد. سداد. تقلب لي السس. طلع الجموع. طلع الجموع. شتي؟ لا سداد. ها شتي هذا؟ لا شتي اللي كيقولوا مالي. ها كيقولوا مالي. خمسة والله يسر لك أولي. شحال خير جات هاد الجوج هاد السلام ما نزوميو عليا بحال اللي ما يبقى سلاف درهم اخو سلاف درهم بجوجه زعما 60,000 الوحده الوحده 60,000 هذيك دافع هذيك دافع اخرى وهذا ب 60,000 اش دايره في السن الرباعيات بجوجه الرباعيات بجوجه لا التليفون كاين تما نبدا على بركه الله سرسر بعد لي شحال ابو زكري 45 45,000 الغليظ واخا كوك شويه الثمن ديالو ناقص هو السي عبد الغني انت دابا مالو هذا هو شتو طالع عليك باين فارقين على صحابو دابا ولا مع الدراري تما في المدرسه وداك الشيء فارقين ودابا بغا يبقى في الدار كيسرح معاهم في المدرسه غادي يتحول دابا بغا يدير لي بغا يدير لي انتقال بحال بغا يدير لي انتقال ما بغاش ولا الانتقال ما بغاش والله الا طالع عليه دابا كاعي ماشي طالع عليه كيفاش كاعي زعما بحال كمل صافي طلع لي الدم في الليل منين الخير اللي شاد فيك؟ عطاوني اخويا 120 120,000 تبارك الله رباعية وظهر على ولاد عاد الشخر خير هذا والاخر هاد الجوج هاد الجوج دابا ولادها وهي رباعية رباعية ها ما كاينش صار رباعية وظهر على ولاد معمرة دابا بدا معمرة على ولاد تبارك المرقد ديال المرقد ديال القراقرة البروج القرقوري الله يسر لك اخويا يتكسر تبارك الله تالينا هاد الفروخة 30,000 كاين الملايين اللي يحكي المرقد المرقد ولاد عامر ولاد عامر عندنا يعني البروش البروش هاد 30,000 زعما بيني وبينك ما بزافش وعطى الله الخير زعما شنو الشتا؟ الشتا دابا الشتا صافي نزلت تزاد واحد صافي راه ضروري تزادت شنو اللي داير الفلوس؟ انتوما اللي زدتوها ولا الشتا اللي زادتها ولا الشتا اللي زادت خير الوقت والوقت زعما زادت خاصة بلا باش نتفاهموا اكثر خاصة باش تمشي معايا على قد عقلي باش نفهم حتى انا مزيان النخاله بشحال كنتي كتشريها؟ النخاله كانت 26,100 دابا شحال دايره؟ 2000 ريال يو دابا ملي تحيد تستمع يعني نورمالمون خاص هذا الشيء خاص دابا خاص فين تيجي النخاله تجاوبني انا جاوبني الله يرضي عليك النخاله ملي راه خاصها خاص الربيع وجد هذا الشيء خاصو يكون رخيص يعني خاصو اغلى الناس دابا عاد بدات تشري تحل عينيها دابا نقول الطلب كثر الله هكاك دابا فهمت الله يسر لك اخويا لا هذاك باعو
ولكن انت هاد الجمله راه بوحدو عاطينا 34 اللي عاطينا الجمله شحال 34 ونبي حديمه كيما العاده الله تبارك الله كاين لمنا قاعد عينك المليح ما تسبوش علي المليح كي ديما ماشي شده وكاك ماشي شده هو اللي تصور انت ما شريتيش خذ هاد الماركه اللي كتصور معاك معاكم علي غليظ واسي بوزكرا السوق اليوم بان ليا الثمن كاين الثمن اللي زوين صافي هو السوق لا خلي على هذا الثمن اللي في السوق بصفه عامه كاين الثمن لا كاين ما كاين ثمن اوه مناسب لا ما هضرنيش على هذا الشاري ما كاينش الشاري راه نشوف فيه ما كاينش خاصه شحال واخذت شحال شاريهم معطياك 55 بلا ما ندخلوا معاك في التفاصيل بشحال شاري صافي باش ما نعرفوكش شحال غتربح ربح بيد الله والربح راه كاع حنا كنصوروا دابا معولين على الله حنا نشوفوا هاد الخرفان عندك واش غيجيبوا لينا بعد الجيمات ولا ما يجيبوش بعد الجيمات ولكن هما يستاهلوا اللي يجيب يعني اللي كيتفرج خاصو يدير جيم كاين ولا ما كاينش عام السلام عليكم كي داير بخير الثمن ديال هاد الخير 67000 المرقد مروج تبارك الله هذا بدا فحال يعني ديال الغنم ما كتبيعوش يعني باش حيت الثمن شويه باش الناس تفهم ديال زايد شويه يعني ديال الغنم هذا الغنم دابا شحال عاطيني قلت 20000 عاطينك 20000 عاطينك 1000 درهم شحال انت كطلب فيها؟ كنطلب فيها 22 كطلب فيها 22 المرقد ديال هذا الخير قلعة السراغ الله يسر لك اخويا شحال غتكون عندها شنو من شهر شي 5 4 فايتو ستوتش يا الله يسر لك اخويا شوفوا هذا الخير تاعو الثمن ديال هذا الخير 24 عاطينك كطلبها كت انا 24 دونك 24 شحال كطلبت انت 26 كطلب حتى 26 المرقد ديال هذا الخير بني مسكين كبيره تبارك الله دار الشيف عيبني خنوبها ولد عامرها القراقره كبيره بني مسكين كبيره الله يسر قصبة الشافعي هذه من قصبة الشافعي ايه الله يسر لك اخوي سيد اخويا الثمن ديال هذا الخير النعجات ماشي الحول النعجات 56 56000 شنو معمره دا والدات شنو ولاد معدل كلهم السنان شنو دايرين السن كاينه ربعيه كاينه ثنيه كاينه كامله اييه المرقد سراغنا القلعة خو هذا الحول اللي كان معاهم الثمن ديالو 80000 اللي كطلب فيه عطينا 80 ما بغيتش طاو 80000 وما بغيتيش 100 خلينا نشد في هذا الشيء بغيت نسولك دابا انتم في قلعة السراغنة الحمد لله هاد الايامات كان الخير عند الناس نالوا في البروج لا بني مسكين لا الشاوية كازا وما جاورهما في قلعة السراغنة الرحامنة كاين الشتا كاين الشتا كانت البارح ولكن كاين الخير الربيع الربيع دوجد والله يسر لكم اخويا السلام عليكم الخوت المهم الفيديو رسالة غادي نمشيو دابا للمونتاج باقي لينا شوية في المونتاج المهم خويا عبد الغني كي جاك السوق السوق خويا معاك
كيجاك السوق؟ كيجاك السوق؟ السوق السوق مع دابا الشاسع عيد شي حاجه صحيوره زوينه بحال هاد الشيء. هاد الشاسع بحال هاد الشيء شحال كان تقريبا داك الشيء؟ كان 22 شحال كان بحال هاد الشيء؟ دابا 38000 30000 دابا يعني بركه ما نزيدوش الحوليه. هاك هذا راه سيبوبه الحاج البردي. ما نسولوش في الحاج البردي، نسولو في السوق. كيف جاك السوق؟ السوق معاون. ها؟ السوق معاون دبر الله. والثمن؟ والثمن فين الثمن؟ خير موجود. خير موجود خير موجود وحده. الله ييسر اخويا. وي والحوليه شبان لك الثمن؟ الحوليه بركه مزيوده فيها لا لا حتى 100 درهم، ماشي اللي مزيود فيها. مزيود فيها بزاف. الرز بركه قول ثمن وصافي، شي حاجه غليظه فهمت؟ بركه ثمن وثمن بحال شتا قبيله. اللي كيقول مولاه 50000 ديك الشيء غنم تبارك الله كيدير 50000 يعني الغول ما مزيوش شي حاجه بزاف. النعجه النعجه بارك النعجه بارك من 60 62 تاخذ لك شي حاجه مليحه من الكركعه. ولد الريزو هذا هو ولد الريزو الخليفه ديال الريزو. الخليفه ديال الريزو هذا قال لك تسطيتو. واش الشريف الوليد عمرتو بهذا التليفون؟ هو الوليد عندك راه هو اللي فتح لينا المجال، تولينا نبان ولا الناس تبان. ايوا سي عبد الغني كلمة الاخر للمتابعين. الكلمة الاخر للمتابعين خاص تكون بارطاج بارطاج والجيميل. جيميل هذاك الشيء علاش حنا كنتعاقروا صافي ياك. جيميل والبارطاج اللي مشات لكم ما خسارهاش. تهلاو ليا فراسكم ان شاء الله. الى اللقاء في الفيديو القادم باذن الله. تبارك الله عليكم. ما تنساوش الدعم ديالكم بالجيم واللايكات سميتو بارطاج هذا الفيديو. وصلوه الاخوان ديالكم المهم نكونوا نتمنى نكونوا عند حسن الظن. الله تبارك الله عليكم في فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم.